مستمرين معاك يا كابتن ايمن. معايا يمكن ناس ليها دور كبير جدا في الجهاز الفني للنادي الاهلي، كيبي وموسي ليهم دور كبير جدا مع الدكتور عمرو محب طبعا المدرب الخاص لفريق النادي الاهلي، برحب بيه طبعا في البدايه وببارك له وبهنيه على الفوز وعلى البطوله المهمه جدا. شكرا. احساسه ايه وحابب يقول ايه بعد اللحظات الكبيره دي؟ First of all, thank you for the opportunity to bring us to Al Ahly. Well, we are used to winning, but this one is the best one. بقول بشكركم انتوا على فرصه ان احنا نيجي النادي الاهلي، والمناسبه دي والميداليه دي احسن حاجه حصلت. كوتش كيفن مبروك طبعا، مبارك له، فوز مهم وفوز صعب، البطوله التاسعه كانت مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، اللحظات دي بتمثل له ايه بعد الفوز بالبطوله؟ Yeah, first you got to thank the club for bringing us here. You got to thank all the fans for being behind Ali all the time. And then most important, you got to thank Pizzo Mosimani for getting the team together. Making them very strong in the last seven games, and the final was, the preparation was fantastic, and the players pulled it off. So, well done to Ali, and I'm glad they added the number 11, 12 star. What number star? Nine. The number nine star. بشكر النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي اللي جابتنا واللي ادتنا الفرصه نبقى اشتغلنا 7 ماتشات واعدادنا كويس، عملنا اعداد كويس ولمينا الفرقه وده نعمل حاجه كويسه، واعتقد دي حاجه كويسه. وقال النجمه نجم رقم 9 حقق نهائي النادي. زي محلل الاداء كان ليه دور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي في فتره قليله جدا. شايف الفوز بالبطوله ازاي وبيمثله ايه الفوز بالبطوله الافريقيه؟ Firstly, I think it's an honor to be here. It's an honor to wear this badge and to win this medal for this team, this great team, Al Ahly. I want to thank Captain Bibo and everybody for bringing us here and trusting the coach to steer this ship. With the little time we had, we did all the work we could do, prepare the guys as best as possible, and we left the rest up to God. بقول احنا بشكر طبعا كابتن خطيب، حاجه شرف ليا اني اكون موجود هنا ولابس شعار النادي الاهلي. بشكر كابتن خطيب ادانا الثقه ان نيجي نكون موجودين معاهم. بالنسبه للشغل الفتره الصغيره اللي عملنا فيها اعداد، بس الحمد لله ربنا كلل مجهودنا وعملنا نتيجه كويسه، يعني اشتغلنا بجديه في الفتره الصغيره دي. دكتور عمرو بقى قبل ما تمشي طبعا لازم اقول كلمه طبعا من دكتور عمرو محب اللي ليه دور كبير جدا. لا انت طبعا دورك كبير جدا ومهم جدا يا دكتور عمرو الحقيقه. بصراحه الفتره اللي فاتت انت يمكن بتعمل كل حاجه مع مستر موسيماني ومع الجهاز الفني، وده دور مهم، وحب النادي الاهلي ده امر مهم جدا. انت راجل مهني وراجل اعلامي، ببارك لك وببارك لكل جمهور النادي. ربنا يخليك، متشكر جدا. طبعا سعيد وشرف ليا، طبعا انا عايش احلى ايام عمري مع النادي الاهلي. الواحد اشتغل في الفيفا واشتغلت في اماكن كبيره، لكن الحمد لله رب العالمين انك تمسك شعار زي ما قال شعار النادي الاهلي ده تقيل، مش اي حد يلبسه، مش اي حد يتحمله، مش اي حد، دي مسؤوليه كبيره. والحمد لله رب العالمين كان كلنا لينا دور من اول عم حارس لغايه موسيماني ان احنا نحقق الكاس ده. كاس صعب وكان في ظروف صعبه جدا علينا وكان في ضغوط علينا، والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا كاس من جميع النادي الاهلي تستحق ده.